قرية سيوان تابعة إدارية لبلدية أولاد عطية، دائرة أولاد عطية، ولاية كيكدا. يقدر التعداد السكني بها حوالي 3000 نسمة، وتعد ثاني أكبر تجمع سكني بعد مقر البلدية. تبعد عن مقر البلدية 18 كيلومتر، وعن دائرة القل 28 كيلومتر. تقع قرية سيوان على ارتفاع 800 متر عن سطح البحر، تتميز بمناخ بارد شتاء وصيف معتدل، كما تمتاز أيضا بوجود الضباب الكثيف في الشتاء وحتى في أيام الربيع. يغلب على تضاريس القرية الطابع الجبلي، ويوجد بها بعض القمم الجبلية كقمة جمع الأخناق وقمة الركبة وقمة الركيبة العالية. قرية سيوان قديما كانت عبارة عن منطقة غابية خالية، وعند احتلال فرنسا للجزائر اتخذ الاستعمار هذه المنطقة كمحتشد، فقام بجمع الأهالي من المشاتي وجمعهم هناك في خيام محاطة بسياج لعزل السكان عن المجاهدين، وذلك سنة 1957. للقرية ماضي ثوري كبير إبان الثورة التحريرية، ولها شواهد تاريخية شاهدة على مرور الاستعمار كالباطيمة، والتي هي عبارة عن مركز حراسة وتعذيب، وكذلك مقام الشهيد حبايش، مكان استشهاد كتاب الولاية التاريخية الثانية.